بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرتين الماضيات يا شباب حكينا عن Synchronous Serial Communication. الآن إحنا فعلياً يا شباب أخذنا نوع واحد من Serial Communication اسمه Synchronous Serial Communication. أوكي. وكان في عندنا موديول بالمايكرو كنترولر تاعنا اسمه MSSP. أوكي. فاستخدمنا هذا الموديول مشان إيش يا شباب؟ مشان نعمل Serial Communication. بس مشكلة السيريال كوميونيكيشن اللي كنا نعمله بهذا الموديول انه كان نوعه سينكرونس. ايش يعني نوعه سينكرونس؟ يعني كنا نضطر انه نرسل الكلوك، يعني بالام اس اس بي، خصوصا بالاس بي اي مود. كان عندي هنا الترانسميتر وهون الريسيفر، كنا في عندنا لاين لارسال الداتا ولاين لاستقبال الداتا ولاين لكلوك. اوكي، لكلوك اللي كنا نبعثها من الماستر للسليف، يعني هاي كانت لكلوك. هون الترانزميت داتا، وهون عباره عن هون من الداتا هاي اللي بنوديها. اوكي، وهون الداتا اللي مستقبلها. تمام. طيب الان عيبة السينكرونس كوميونيكيشن انه لازم نوصل الكلوك بين كل النود اللي موجوده عندنا بالنتورك اللي بتتواصل مع بعضها بطريقه السيريال كوميونيكيشن. كنا مضطرين نودي الكلوك. الان في بعض الابلكيشن انك ترسل الكلوك مش عمليه. اوكي، ترسل الكلوك مش عمليه، فقالوا لا خلينا نشوف طريقة أخرى، وهي طريقة الأسينكرونس سيريال كوميونيكيشن. طريقة الأسينكرونس، طريقة الأسينكرونس يا شباب فعليا مش بحاجة نرسل الداتا، مش بحاجة عفوا نرسل الكلوك، ففقط هذا عندي ترانسميتر وهذا عندي ريسيفر. فشو بعمل؟ فقط عندي لاين لإرسال السيريال داتا ولاين ثاني لاستقبال السيريال داتا. طب الكلوك لا، ما في داعي. الكلوك كل واحد بيشتغل على الكلوك تاعيته. طيب هسه لحظه، الداتا اللي بنرسلها يا شباب، اوكي، الترانسميتر والريسيفر لازم يتفقوا على سرعتها. اوكي، لازم يتفقوا على سرعتها، وبالتالي بنوع الاسينكرونس، بنوع الاسينكرونس يا شباب لازم تكون الداتا ريت محدده مسبقا. يعني الريسيفر والترانسميتر لازم يشتغلوا على نفس الداتا ريت اكيد. اذا هذا اول شرط عندنا بالاسينكرونس. بس بالسينكرونس لا، ما فيش داعي. ليش؟ لان الكلوك بترسل من الترانسميتر للريسيفر، فمعروفه للترانسميتر لانها اصلا عنده، ومعروفه للريسيفر لانها وصلته. اما بالاسينكرونس سيريال كوميونيكيشن لا، ما بنودي الكلوك، كل واحد بيشتغل على الكلوك تاعته. بس لحظه، لازم يكون الاثنين عشان يعملوا سامبلينج للداتا بشكل صحيح، لازم يكونوا الاثنين متفقين مسبقا على الداتا ريت. اوكي، طيب وبالتالي بنحكي لنا الترانسميتر انه سرعه نقل البيانات مثلا 4 كيلو بت بير سكند، هاي بنسميها ايش؟ البود ريت. والريسيفر لازم يعرف انه لازم يستقبل الداتا على سرعه 4 كيلو بت بير سكند. اوكي، بنسميها البود ريت. على كل حال، اذا لازم الاثنين يكونوا متفقين عليها. طيب الان كمان احنا لما نرسل الداتا يا شباب، كيف الريسيفر بده يعرف انها هاي الداتا الان بلشت؟ الآن إحنا لما نرسل الداتا تاعيتنا 1 0 أو 0 1 مثلا 0 0 إلى آخره، كيف بده يعرف الريسيفر إن هاي الداتا؟ فكل بايت أو كل وورد بنوديه لازم أوكي نقطره، نعمل له فريم بستارت وستوب إت، وبالتالي لازم نبعث إكسترا إنفورميشن مع الداتا. يعني إذا بدنا نبعث 8 بت لازم نبعث معها ستارت وستوب إت. هاي ما كنا نعملها بالسينكرونس، يعني ما في، فقط بنرسل الداتا، هون لا، نبعث الستارت وستوبت.
الان الريسيفر من الستارت وستوبت بيعرف ايش او بيعمل سينكرونايزيشن بحيث بيعرف انه الان بدا ايش تدفق الداتا من الترانسميتر من خلال الستارت بت، ولما تصل الستوبت بكون عرف انه هاي نهايه الداتا. وبالتالي بناء عليه الداتا اللي ترسل الفورمات راح يكون تعيدته بالشكل التالي. شوفوا يا شباب احنا بنكون بحاله ايدل ستيت، اوكي ايدل ستيت. لما يكون ايدل ستيت بيكون ما في داتا مرسله. الان الداتا لازم اول بت نبداها بستارت بت، ولازم تكون الستارت بت عكس الايدل، يعني اذا الايدل واحد الستارت صفر. فعند هاي اللحظه تبدا السينكرونايزيشن، يعني لما الريسيفر يصل للستارت بت، طبعا مين بيكون مرسلها للترانسميتر، بيعرف الريسيفر انه هاي عباره عن بدايه الداتا. الان ببلش يستخدم الكلوك تاعيته الريسيفر مشان يقرا الداتا. طبعا الكلوك نفس تبعت للترانسميتر، يعني انتبه بكون متفقين عليها مسبقا. وبالتالي ببلش يقطع الداتا، فببلش يقرا البتات واحده 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 واحده، الأولى 1 2 3 4 5 6 7 8. هاي اللاست داتا بت وهاي الفيرست داتا بت. بيكون هيك قرأ الداتا. تمام؟ الآن بعض الأحيان بيكون عندنا اكسترا بت نستخدمها احنا كباريتي بت. هاي تضاف، يعني ممكن احنا نرسل 8 بت أو 9 بت. البت التاسعة بتكون هي الباريتي بت يا شباب. وهي تستخدم لاكتشاف الاخطاء اللي ممكن تحصل لل لل للبتس اثناء نقلها من الترانسميتر للريسيفر. طيب وبعد هيك بعد الثمانية بت او التسعة بت اذا احنا قررنا نرسل باريتي بت، شو بنرسل؟ الستوب بت. تمام، وبالتالي هيك بيكون الريسيفر قرأ الداتا. وبعد هيك يا شباب بنفوت احنا بالايدل ستيت وبنكون قادرين انه نستقبل داتا او نبعث داتا اخرى. وبالتالي اذا اي داتا بنرسلها من الترانسميتر للريسيفر هيك الفورمات تاعتها. لاحظوا في عندنا بتين زياده، اوكي اللي هي او ثلاث بتات ممكن نقول زياده، هي عباره عن الستارت بت والاند بت والباريتي اذا استخدمنا الباريتي بت او البت التاسع يعني. طيب اذا هاي شباب بالنسبه لايش؟ للاسينكرونس او مبدا الاسينكرونس. اوكي شباب؟ طيب الان ارسلنا الداتا احنا من الترانسميتر للريسيفر. نودي له الداتا زي ما حكينا. طيب عبر لاين اللي هو بودي الداتا سيريالي، وهيك بيكون الفورمات تاعيته ستارت بعدينك البتات بعدينك الستوب. تمام. الان بدنا ننتبه المايكرو كنترولر ممكن يشتغلوا او يتفقوا على سرعه، صح؟ يمكن يتفقوا على سرعه لارسال الداتا، اوكي على سرعه الكلوك، لكن هاي احيانا ممكن يصير فيها خربطه او مشكله، يعني ممكن الترانسميتر والريسيفر حتى لو كانوا على نفس السرعه، اوكي ممكن تختلف شوي الكلوك. وبالتالي المفروض الريسيفر يعمل نوع من ايش؟ من السينكرونايزيشن مشان يتاكد انه بيشتغل على نفس السرعه اللي بيشتغل عليها الترانسميتر. فكيف بيعملها؟ طلعوا لي يا شباب. الان الترانسميتر بيكون جاي الايدل ستيت اللي هو واحد. الان لما يبلش يجي الستارت بت، شوفوا الريسيفر هذا لما يبلش يجي الستارت بت يعني تصير صفر، الان الريسيفر بيشغل ايش؟ بيشغل عداد، بيشغل كاونتر. اوكي الريسيفر بيشغل الانترنال كلوك تاعيته، والفريكونسي تاعيته بتكون هي يعني مالتيبل اوف البت ريت اللي جايتني فيها الداتا، بالاغلب 16. اوكي شو يعني 16؟ يعني كل بت بتيجيني، اوكي الانترنال كلوك، اوكي بتمشي 16 كلوك. يعني هاي لحظه هذول 16 كلوك، هذول عباره عن بت
رقم صفر بت واحد. طيب على كل حال اللي بدنا نشرحه هون هو عبارة عن كيف بيتم، يعني كيف الريسيفر بتأكد إنه الداتا وصلته صح. لازم يتأكد. طيب كيف بتأكد؟ اطلعوا لي. الريسيفر بيكون جاي واحد، فبعرف إنه هاي ايدل ستيت لحد الآن أموره تمام. أول ما يجي صفر معناها بعرف إنه هاي هي عبارة عن الستارت بت، فمباشرة بيشغل الانترنال كلوك تاعيته أو بيستخدم الانترنال كلوك تاعيته من هو الريسيفر، بيستخدمها مشان شو؟ مشان يتأكد إنه الأمور تمام، إنه الداتا بتصله صح. طلعوا فيها، فالآن بيشغلها. طيب الآن بعد 8 كلوك، يعني بعد نص الفريكونسي اللي بيشتغل، أو بعد عفوا بعد 8 كلوك، يعني بعد نص الستارت بت. أوكي هون بعد نص الستارت بت بقرأ الستارت بت. تمام، يعني افرض احنا بنشتغل على 16، هاي الكلوك فريكونسي 16 من الكلوك تاعت مين؟ تاعت الداتا اللي تجيني. فالان الريسيفر بقرا الداتا وين؟ بمنتصف بت زيرو. يعني وين بمنتصف بت زيرو بالنسبه له؟ يعني بالكلوك الثامن هون بقرا الداتا. شو المفروض يلاقيها يا شباب؟ المفروض يلاقيها صفر، صح؟ طبعا هاي الكلوك تاعت مين؟ تاعت الريسيفر هون. الريسيفر هدفه يتاكد انه الداتا اللي وصلته صح او لا. على كل حال اذا اول ما تيجي الستارت بت ببلش يعد مين؟ الريسيفر. عند 8 كلوك اذا هو بيستخدم 16، عند النص بقرا، شو المفروض؟ يقرا صفر. اذا قرا غير الصفر معناها في خطا، لان هاي ستارت بت، الستارت بت لازم تكون صفر كلها. طيب الان شو بيجي بيعمل؟ ممتاز، اذا قرا هنا لازم يلاقي صفر. الان شو ببلش يعمل؟ كل 8 عفوا ببلش الان كل 16، كل 16 كلوك ببلش يقرا الداتا. الان انتبهوا بالله، لو هنا بعد ال 16 يا شباب شو راح يكون؟ يعني بعد ال 16 كلوك شو لازم يقرا او شو بقرا؟ راح يقرا منتصف الفيرست بت. تمام بقراها، بفوتها على بقراها الان، بفوتها على الشيفت ريجستر تاعه. بعد الان بعد 16 بت بقرا الداتا الثاني، فراح يقرا بت الثاني، وبعد ال 16 بت الثاني والثالث والرابع ولا بصير الان كل 16 كلوك، كل 16 كلوك يقرا بت. تمام الان اخر بت بقراها بعد ال 16 شو راح لازم تكون؟ الستوب بت. الان شو بيعمل هو؟ شو لازم تكون؟ تكون واحد. اذا لقاها واحد معناها بتوقع ان الامور تمام، ومعناها هيك بقرا الداتا. اذا لقاها صفر يعني طلع بعد 16 قرا البت الاولى الثانيه الثالثه الحديث الاخيره، الان اخر شيء شو لازم يقرا؟ ستوب بت. افرضوا قراها لقاها صفر، اوكي معناته بهاي الحاله في خطا. اذا لقاها واحد بيعتبر انه الداتا اللي جته صح. وبالتالي يا شباب هيك عمليه السينكرونايزيشن بتتم بالاسينكرونس كوميونيكيشن. إذا الريسيفر لما تيجي داتا لازم يتأكد إنه هاي الداتا صح. الآن ببلش يقرأ بالداتا. الآن من وين ببلش يقرأ؟ أول ما تيجي الايدل ستيت ببلش من نص الستارت بت، يعني من بعد 8 كلوك بيقرأ، المفروض صفر فبلاقيها صفر. الآن ببلش يقرأ 16، لأن كل 16 رح يقرأ من منتصف الداتا بت الأولى والثانية والثالثة لحديت آخر واحدة. آخر واحدة بقرأ منتصف الإند بت. الإند بت لازم تكون واحد، إذا لقاها واحد أموره تمام، تكون هيك عبى الداتا بالشيفت ريجستر تاعه، أكيد بيستقبل الداتا بالشيفت ريجستر. إذا لقاها صفر بعرف إنه في إيرور، وبالتالي راح يهمل هاي الداتا. طيب
الآن يا شباب إذا في عندنا حسنات وسيئات بالسينكرونس وبالأسينكرونس. زي ما حكينا بالسينكرونس الكلوك must be transmitted، لازم نودي الكلوك. بالأسينكرونس no need to transmit the clock، أكيد مش بحاجة، كل واحد بيشتغل على الكلوك تاعيته. بس لحظة، كل واحد بيشتغل على الكلوك تاعيته، بس لازم يكون إذا الداتا ريت معروف بالريسيفر وبالترانسميتر. طيب الآن بالسينكرونس no framing bit overhead، يعني ما في start وstop bit، أوكي، بس بالأسينكرونس في. طيب الكلوك يا شباب بالسينكرونس بريسايز كلوك نوت افندمنتال، يعني كلوك دقيقه مش شرط. ليش؟ لانها اصلا الكلوك بتروح من الترانسميتر للريسيفر، صح؟ وبالتالي حسب الكلوك تاعت الترانسميتر، اوكي، الدقه يعني تعتمد مش مطلوبه. اما بالاسينكرونس لا، لانه كل واحد بيشتغل على الكلوك تاعيته، الترانسميتر والريسيفر لازم لهم ايش؟ لازم تكون الكلوك تاعتهم دقيقه. وبالتالي بالسينكرونس راح يكون الهاردوير سمبلر، لكن بالاسينكرونس راح يكون عندنا الهاردوير كومبلكس. على كل حال، اوكي، على كل حال احنا اليوم بدنا نحكي عن موديول، اوكي، موجود عندنا موجود عن موديول يا شباب، موجود عندنا بالبيك مايكرو كنترولر، بيسمح للمايكرو كنترولر لاستقبال الداتا السيريالي بطريقه الاسينكرونس. اوكي، هاي نقطه كثير مهمه. طيب اذا يا شباب في عندنا موديول موجود عندنا ب 16F873A اسمه USART، Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. أوكي، هذا الموديول موجود عندنا بالبيك مايكرو كنترولر. هذا بيسمح لنا إنه نبرمجه ك Asynchronous أو ك Synchronous Master أو Synchronous Slave أو Asynchronous، وهاي اللي إحنا رايحين نركز عليها. يعني هذا الموديول بسمح لنا بالنوعين سينكرونس واسينكرونس، اوكي، فبالتالي بقدر ابرمجه سينكرونس ماستر او سينكرونس سليف او اسينكرونس، اوكي. وهذا يا شباب فول دوبلكس بنحكي عنه. ليش فول دوبلكس؟ يعني في تو لاين بيرسل ولاين بيستقبل، وبالتالي بامكاننا نرسل ونستقبل الداتا بنفس الوقت، وبالتالي بيحتوي على ريجسترين. ريجستر يا شباب خاص لاستقبال الداتا، ريسيف شيفت ريجستر، وريجستر خاص لارسال الداتا، الترانزميت شيفت ريجستر. فجوا المايكرو كنترولر في عندنا ريجسترين، ريجستر من خلاله برسل الداتا وريجستر من خلاله بيستقبل الداتا، وبالتالي بنسميه فول دوبلكس. اوكي، الان هذول الريجسترين بتشاركوا نفس البود ريت جنريتر. شو يعني البود ريت جنريتر؟ هذا اللي بيحدد سرعه الاستقبال والارسال. طيب اليو اس ارت، اوكي، هذا الموديول بتشارك مع بورت سي بت 6 وبت 7. وين بورت سي بت 6؟ هي يعني لاين 17، وبت 7 لاين 18. طيب اذا الترانزميت لاين تاعه هو عباره عن بورت سي بت 6، اللي هو هذا عباره عن الترانزميت لاين. يعني المايكرو كنترولر تاعي، هذا المايكرو كنترولر بده يودي داتا، هذا هو الترانزميت لاين تاعه اللي هو تي اكس بنسميه احنا، هذا عباره عن بين 16، ايوه، وبين 17 يستخدم لاستقبال الداتا، هيو ار اكس سي، اوكي، بين 18 اللي هو بورت سي 7. اذا هذا بين
عفوا هاي هاي 17 اذا اوكي نعم بن 17 اللي هو بت 6 في بوتسي واللي لاين الثاني 18 اوكي هذا اللي هو اللي بيستقبل الداتا سيريالي اللي هو ار اكس. الان يا شباب الداتا اللي بنوديها او الداتا اللي بنرسلها ايش تتجمع داخل ريجستر هنا اوكي الداتا اللي بنوديها بنحطها بشيفت ريجستر وبترسل اذا الان عبر هذا اللاين راح ترسل ستارت بيت البيت الاولى الثانيه الاخيره لحديت الاند والداتا اللي بتجيني من الار اكس تتجمع داخل ريجستر ثاني اللي هو الريسيفر ريجستر تمام يا شباب اوكي وبالتالي بنقدر اذا احنا نستقبل ونرسل من المايكرو كنترولر بنفس الوقت طيب الان في عندنا ريجسترين او تو كنترول ريجستر بتحكم بعمليه الارسال وعمليه الاستقبال الريجستر الاول اسمه تي اكس اس تي اي ستاتس وريسيفر ستاتس هذا عباره عن ريجسترين يا شباب بتحكم بطريقة إرسال الداتا أول ريجستر ما نحكي عنه هو عبارة عن الترانسميت ستاتس أند كنترول ريجستر اسمه TXSTA هذا ريجستر أوكي له عنوان أوكي ونقدر إحنا نكتب عليه الداتا أو بنقدر نحصل على الستاتس لبعض الأشياء طيب الآن اطلعوا لي بالله على هذا الريجستر الآن انتبهوا لي شباب اوكي خلينا نبدا من اوكي من بت صفر هاي البت صفر البت صفر يا شباب بالترانسميتر اذا هذا خاص بالستاتس والكنت هذا عباره عن ستاتس كنترول ريجستر للترانسميت يعني لعمليه الارسال طيب بت صفر بت صفر هي عباره عن تي اكس 9 دي اسمها اللي هو البت التاسع داتا هاي عباره عن الناينث بت اوف ترانسميت داتا هاي عبارة عن البت التاسع اللي بدنا نرسلها وين بنحطها هون يعني إذا أنت بدك ترسل 8 بت هاي بتهملها إذا بدك ترسل 9 بت فرح يرسل عبر مين عبر التي اكس عبر هذا عبر البن 17 رح يرسل بشي طيب سؤال الريجستر تاعنا حجمه 8 بت طب البت التاسع وينها البت التاسع رح تكون هاي البت يعني هاي البت يا شباب هي اللي رح تطلع من كبت تاسع طيب الان في عندنا بت رقم واحد اسمها تي ار ام تي اللي هي ترانزميت شيفت ريجستر ستاتس بت هاي يا شباب بتحدد ايش حاله الترانزميت شيفت ريجستر هذا هو هذا حالته الان اذا واحد بتكون الريجستر ام تي اذا صفر بتكون الريجستر فل يعني انتبهوا اذا حطينا داتا احنا فيه والداتا ارسلناها عبر اللاين لان لما الداتا تروح وتفضى بيكون التي اس ار ام تي فطوالي هاي البت بتصير واحد اذا انتم عبيتوا داتا او المايكرو كنترولر عبى داتا هون بالشيفت ريجستر والداتا صارت الرسل الان ما دام هذا معبى بتكون التي اس ار قيمتها صفر يعني فل وبالتالي بتقدروا انتم تعرفوا الداتا انرسلت او لا اذا حطيتوا داتا وبعد شوي فحصتوا هاي البت اذا لقيتوها صفر معناته الداتا بعدها بتنرسل اذا لقيتوها واحد معناها الداتا خلص طلعت وانتقلت عبر الترانسميشن عبر اللاين طيب الان بت 2 اسمها بي ار جي اتش اللي هو هاي بود ريت سيلكت بت بحاله الاسينكرونس وفي عندنا حاله السينكرونس سينكرونس مش مستخدم حاله الاسينكرونس اذا حطيته واحد بيكون عندنا هاي سبيد واذا حطيتوها صفر بتكون لو سبيد فهاي اذا حطيناها واحد بتكون احنا السرعه هاي سبيد واذا صفر يعني بتكون لو سبيد وبالتالي هاي بتحدد لي سرعه ايش عمليه نقل الداتا
بت 3 مش مستخدمة، بت 4. بت 4 اسمها اليو اس ارت مود سيلكت بت، هاي بتحدد لي الموديول تاعي على ايش شو المود اللي بيشتغل عليه. فاذا حطيتوها واحد بتكونوا انتو سينكرونس مود، واذا حطيتوها صفر بتكون انتو اسينكرونس مود. وبالتالي من اول اذا بدكم اسينكرونس مود حطوا هاي صفر. طيب هسا اذا بدكم تفعلوا عمليه الترانسميشن، ايش يعني تفعلوا الترانسميشن؟ يعني لما هذا الشيفت ريجستر يكون فيه داتا وهاي الداتا تنتقل عبر البن، بهاي الحاله التي اكس انيبل اللي هو بت رقم 5 بتحطوها واحد، واحد يعني ترانسميت انيبل. فبالتالي اذا بدكم تعملوا ترانسميشن لازم هاي البت تحطوها واحد، تمام؟ واذا بتكونش عمليه هاي الترانسميشن مش مفعله حطوها صفر، تمام. الان اذا في عندكم الان بت 9، يعني احنا 8 بت بنقول، اذا بدنا نقول البت في بت 9 بدنا نقولها، فالبت رقم 6 بالكنترول ريجستر تي اكس اس تي اي شباب، هاي شو بتقول لي؟ انه 9 بت ترانسميت انيبل بت، يعني انه في من نودي البت التاسع او لا. فبالتالي اذا كانت صفر بكون احنا عندنا 8 بت فقط، يعني كل وورد من نودي 8 بت اذا حطيتوا هاي الصفر، يعني بتكون انت تودوا الداتا بتكون 8 بت، هيك هي المقصود. اما اذا حطيتوا واحد الداتا بتكون 9 بت. طب لحظه، الريجسترات تاعتنا 8 بت، وين البت التاسع؟ هيك. فطوالي اذا انتم مثلا بدكم تودوا 9 بت بتصيروا دائما تعبوا هاي البت، فهاي البت هي راح تكون البت رقم 9. طيب بعدين اذا تي اكس 9 هاي عبارة عن بتحدد لي انه بدنا احنا 8 بت للداتا او 9 بت. طيب الان اخر بت اسمها كلوك سورس، كلوك سورس سيلكت بت، هاي اذا احنا بالاسينكرونس مود. شو يعني بالاسينكرونس مود؟ يعني هاي البت واحد، هاي البت صفر عفوا، البت الرابعة صفر. اذا كانت صفر احنا بنكون بالاسينكرونس مود، بتكون هاي البت البت دونت كير. اذا كانت هاي البت اذا احنا كنا اذا احنا كنا بالسينكرونس مود يا شباب، بتكون هاي البت اذا انها واحد بنكون احنا بالماستر مود، اوكي. واذا كانت صفر بتكون احنا بالسليف مود، والسليف مود يعني الكلوك بتجيني من برا، وبالماستر مود بتكون الكلوك جنريتد داخليا من خلال، اوكي، يعني بتكون داخليا من خلال ريجستر بي جي ار، تمام، او من خلال بي جي ار موديول. على كل حال اذا احنا اسينكرونس هاي البت تهمل. اذا هاي يا شباب بالنسبه للكنترول ريجستر تي اكس اس تي اي. طيب اذا في بتات احنا بنعبيها مسبقا من اول مشان نحدد طريقه عمل الريجستر المايكرو كنترولر تاعنا، هاي أول نقطة. وفي بتات بتتغير بناء على حالة إيش؟ على حالة اللي بتحدث. طيب الآن يا شباب في عندنا ريجستر ثاني خاص بالريسيف بالريسيف الداتا اللي هو اسمه RC status stat. هذا هو عبارة عن receive status and control register، هو عبارة عن ريجستر في بتات بيحدد لي طريقة عمل الريسيف الاستقبال. طيب الآن يا شباب هاي الريجسترات لها عناوين أكيد. فمثلا لاحظوا هنا عبارة عن الـ RCSTA على عنوان 18، تمام. الـ TXSTA اللي هو حكينا عنه قبل شوي على عنوان 98، يعني موجود ببنك آخر. فبالتالي المفروض إحنا نعرف هاي العناوين مسبقا مشان نقدر نحدد او نختار البنك المناسب. اوكي شباب؟ طيب الان خلينا نشوف بالتات اللي هو ال RCSTA ريجستر، شوفن بالتفصيل. الان يا شباب اول بت راح نحكي عنها بهذا الريجستر اللي هي البت السابعه اللي هي اسمها SPN، اللي هو عباره عن سيريال بورت انيبل بت. هاي السيريال بورت انيبل بت إذا حطيتوها صفر معناها السيريال بورت ديسيبل،
وإذا حطيتها واحد السيريال بورت راح يكون enabled. شو يعني؟ يعني بصير عندنا نقدر نستقبل ونرسل أوكي ك هذولا يعني البت هذولا البنين اللي هو البن السابعة ببورت سي والبن السادس ببورت سي راحات يصير يستخدمن كسيريال بورت بن أوكي كسيريال بورت. وبالتالي هذول البتين أو هذول البنين عفوا البن هذا والبن هذا بالمايكرو كنترولر بصير يا شباب يستخدمن كسيريال بورت بن. تمام. وبالتالي من أولها أنتوا إذا بدكوا تصيروا المايكرو كنترولر تاعك يرسل الداتا أو يستقبل الداتا هاي البت لازم تحطوها واحد. وبالتالي بصير أن هذول البنين يستخدمن كسيريال بورت بنز. تمام. الآن البت السادسة اسمها 9 بت ريسيف إنيبل بت. الآن إذا حطيتها واحد بصير نستقبل بصير هنا سلكت التسعة بن ريسبشن، وإذا حطيتها صفر بصير إحنا نستقبل أو سلكت 8 بت ريسبشن. طيب الآن سنجل ريسيف إنيبل بت بحالة الأسينكروناس بتكون هاي البت الخامسة دون كير، وبحالة السينكروناس بتكون واحد بتسمح لي إنيبل سنجل ريسيف وصفر تسمح أو بي بتكون بحالة ديسيبل سنجل ريسيف بحالة الماستر، وبحالة السليف بتكون بحالة السليف السينكرونوس بود بتكون دونت كير. طيب الآن البت الرابع يا شباب بنسميها كونتينيوس ريسيف انيبل بت. كونتينيوس ريسيف هاي بتسمح لنا يا شباب انه نستقبل الداتا كونتينيوسلي. وبالتالي بحالة الاسينكرونوس مود اذا كانت واحد اوكي بتسمح لنا للكونتينيوس ريسيف، وبحالة ان حطيناها احنا صفر هاي بهاي الحاله بنكون احنا عملنا ديسيبل للكونتينيوس ريسيف. تمام شباب. طيب الان في عندنا الادرس انيبل اسمها ادرس ديديكت انيبل بت. اوكي ادرس انيبل هاي البت رقم 3 اللي هو هاي ادرس ديديكت انيبل بت. هاي الآن إذا إحنا بالسينكرونوس مود 9 بت، أوكي انتبهوا، إذا إحنا بالأسينكرونوس مود 9 بت يعني الـ RX RX 9 هاي قيمتها واحد. تمام أوكي شو بيكون عندنا؟ بتكون الصفر ديسيبل أدرس ديدكشن، وبحالة الواحد بتكون إنيبل أدرس ديدكشن. شو يعني enable address detection؟ يعني enables the interrupt and load of the receive buffer when the PSR 8 is set. هيك معناها. وبحالة الصفر all bytes are received and ninth bit can be used as parity. وبالتالي إذا أنتوا حطيتوها صفر كل البايتات راحت يستقبلن. تمام؟ احنا بحالة التسعة بحالة الـ RX 9 يعني في بت تاسعة، والبت التاسعة مالها راح تستخدم يا شباب كباريتي بت. تمام. بت رقم 2 اسمها فريمينج بت ايرور. الآن لما يصير عندنا فريمينج بت ايرور مباشرة هاي راح تصير واحد تلقائي، ولما ما يكونش عندنا فريمينج بت ايرور بتكون صفر. وبالتالي لما تقرأ الداتا انتو اذا لقيتوها هاي البت واحد معناها في ايرور، اذا لقيتوها صفر ما فيها ايرور، اذا هاي بتتحدث تلقائي. تمام؟ كيف يعني فريمينج بت ايرور؟ يعني عملنا ديدكشن للزيرو اللي هو للستارت بت، ظلينا نمشي نمشي نمشي، اجينا اخر بت بدنا نقرأها هي الستوب، اجينا لقينا الستوب واحد. الان يا شباب اذا لقينا الستوب بت واحد معناها تمام ما في ايرور، معناها بهاي الحاله مو اصلا الستوب لازم يكون واحد، وبالتالي بهاي الحاله نو ايرور، وبالتالي هاي البت راح تصير صفر معناها نو ايرور. طيب اما اذا لقينا الستوب بت واحد اوكي ما في ايرور، اما اذا لقينا الستوب بت صفر معناها في ايرور، ممنوع الستوب بت تكون صفر لازم تصلني واحد، بهاي الحاله راح يكون عندنا فريمينج ايرور مباشرة هاي البت بتصير واحد. معناته انتوا لازم تفحصوا
اوكي لازم تفحصه بعد كل قراءه لفريمينج ايرور، اذا ها واحد او اذا ها صفر، تقدروا تفحصوها مشان تعرفوا انه في صار خطا او لا بالداتا اللي وصلتنا. في عندنا بت رقم واحد اسمها او اي ار ار اوفر ران ايرور بت، هاي راح تكون صفر بحاله النو اوفر ران ايرور، وراح تكون واحد بحاله الاوفر ران ايرور. شو معنى اوفر ران؟ لما نستقبل الداتا ويكون ان الريجسترات اللي موجودات عندي كلهن فل، وبالتالي فيك بهاي الحاله الاوفر ران راح تصير واحد. طيب الان انا راح يصلني 8 بت، واحيانا راح يصلني 9 بت. ال 8 بت بحطهم بالريجستر تاعي، طب البت التاسع وين بلاقيها؟ بلاقيها هون بالبت رقم صفر. فهاي هي عبارة عن الناينث بت ريسيف داتا، راح الاقيها بهاي البت، والله انتبهوا لها. تمام يا شباب؟ إذا هذا هو الريجستر، اوكي اسمه ستاتس اند ريسيف ستاتس اند كنترول ريجستر. تمام، وهو عنوانه على 18 هيكسا. طيب الآن خلينا نشوف كيف عملية الترانسميشن، كيف عملية الترانسميشن بتصير باليو اس اي ار تي، باليو اس ارت كيف عملية الترانسميشن بتصير. لأن هذا الدياجرام اللي أمامنا البلوك دياجرام، أوكي بيوضح لنا مكونات للترانسميتر داخل مين؟ داخل اليو اس ارت. أوكي طبعا نحكي إحنا على الأسينكرونس ترانسميتر، ماشي؟ عن الاسينكرونس. طيب الان داخل المايكرو كنترولر تاعي احنا بحاله الترانسميتر، صح؟ تمام، في عندنا بن راح يكون مخصص للترانسميتر اسمه تي اكس، في جوا ريجستر شيفت ريجستر اسمه تي اس ار ريجستر. الان يا شباب هذا تي اس ار ريجستر اللي هو عباره عن الترانسميتر ريجستر اللي هو اسمه تي اس ار، هذا يا شباب التي اس ار ريجستر هو عباره عن الريجستر اللي احنا من نحط فيه داتا، اوكي، واي داتا احنا بنحطها فيه راح ترسل عبر مين؟ عبر التي اكس. اوكي يعني الداتا اللي بنحطها فيه داخل التي اس ار ريجستر، اوكي الداتا اللي بنحطها فيه هي اللي راح ترسل عبر البن تي اكس، طبعا راح ترسل سيريال، وهذا هي عباره عن شيفت ريجستر يا شباب، هو عباره عن الشيفت ريجستر تاعنا. طيب الان سؤال تاعي انا ما بتعامل مع هذا الريجستر، بتعامل مع ريجستر اسمه تي اكس ريجستر. هذا التي اكس ريجستر موجود على عنوان 19 بالهكسة، هذا احنا بنكتب عليه الداتا تاعيتنا، فبنكتب الداتا تاعيتنا عليه. فالان الداتا يا شباب مجرد ما كتبناها عليه راح تنرسل لوين؟ على التي اس ار ريجستر. بعد ما ترسل على التي اس ار ريجستر راح الشيفت ريجستر يطلعها بت باي بت لوين؟ للاوتسايد، للعالم الخارجي. تمام شباب؟ هيك فعليا بصير. الان مين بتحكم بالعمليه هاي وانه نرسل 8 بت او 9 بت؟ طبعا اكيد البتات الموجوده بالكنترول ريجستر تاع مين؟ تاع الترانسميشن. تمام شباب؟ الان السرعه اللي راح نحدد سرعه العمليه للترانسميشن وارسال الداتا، في عندنا بلوك اسمه بود ريت جنريتور. هذا البلوك بيحدد لي البود ريت كلوك راح نشتغل عليها، يعني بيحدد لي الكلوك اللي راح يشتغل عليها عمليه ايش؟ الارسال. طيب قيمه البود ريت جنريتور بتعتمد على ريجستر اسمه اس بي ار SPP register S bod rate generator register. هذا الريجستر يا شباب اللي هو عباره عن سيريال
يعني عفوا بيحدد سرعه اللي راح اللي بيحدد السرعه اللي راح تتم عليها ايش عمليه الترانسميشن. اوكي فطيب اوكي هذا ريجستر وله عنوان اس بي بي ار هيو عنوانه 9999 بالهكسا. هذا نحط احنا في قيمه اوكي بنحط في قيمه فلما نحط في قيمه هاي القيمه هي اللي راح تحدد لي ايش سرعه او البود ريت كلوك اللي راح يشتغل عليها مين الريجستر راح يعني راح تحدد لي سرعه الكلوك او راح تحدد لي الكلوك اللي راح يشتغل عليها هذا الريجستر. تمام شباب؟ طبعا اكيد عمليه الترانزميشن ما بتتم الا اذا احنا مفعلين البت اس بي ان اللي هي السيريال بورت انيبل. هاي البت لازم تكون واحد حتى هاي البنت تستخدم لنقل الداتا سيريالي. تمام؟ طيب الان التي ار ام تي بت هيها تي ار ام تي بت هاي البت يا شباب هي عباره عن ستاتس. هاي لما تي اس ار ام تي بصير 1 ولما تي اس ار فل بكون ايش؟ بكون صفر. فبالتالي ما دامه الان هذا تي اس ار فل يعني شو فل يعني بيرسل الداتا يعني ما دامه مشغول وبيرسل الداتا شو بتتكون التي تي ام ار تي بتتكون صفر. يعني ما دام هاي صفر معناها ما دام هذا بيرسل الداتا سيريالي. الان لما هذا الريجستر يفضى طوالي هاي شو بتصير؟ بتصير واحد. طيب واكيد عمليه الترانسميشن ما بتتم الا من خلال ايش؟ لازم تكون يا شباب عمليه المفعلين ايش احنا؟ عمليه الترانسميت من خلال بت. وبالتالي عمليه الترانسميشن ما بتتم الا لما تي اكس انيبل تكون واحد. احنا عاملينها واحد، يعني وين؟ هايها هاي تي اكس انيبل لازم نكون حاطينها واحد. إذا كانت صفر أول عملية الترانزيشن هاي ما بتشتغل. طيب وبالتالي إحنا شو لازم نعمل؟ لازم نحط هاي واحد مشان نفعل السيريال بورت إنيبل ولازم نحط هاي واحد البت مشان نفعل عملية الترانزيشن. بهذا الريجستر بحط رقم هذا الريجستر بحط فيه رقم مشان يحدد لي مشان هو اللي بنتج لي بنسميه البود ريت جنريتر وهو اللي بنتج لي البود ريت كلوك. طيب الان بنيجي احنا بنكتب على هذا الريجستر مجرد ما كتبنا على هذا الريجستر طوال الداتا بتتودى لهون للشيفت ريجستر. بس تتودى الداتا للشيفت ريجستر اوكي ويكون احنا مفعلين هاي الاشياء كلها الداتا راح تبلش تنبعث سيريالي من هون عبر هاي البن لبرا. فطبعا اكيد راح نبدا بالستار بنكون ايدل بعدينك ستارت بت بعدينك البتات راح تنتقلن بت بت الى اخره. تمام؟ اوكي هيك فعليا راح يصير. طيب بس خلينا ننتبه لنقطه كثير مهمه. الان شايفين هذا التي اكس اي اف؟ هاي عباره عن الترانسميتر انتربت فلاج. طبعا وهي عباره عن الترانسميتر انتربت انيبل. الان الترانسميتر انتربت فلاج يا شباب هي عباره عن فلاج. طب هاي كيف بتتحدث؟ شوف يا شباب كيف بتتحدث. اذا الستاتس انفورميشن معلومات عمليه الترانسميشن اللي من هون بتتم في بتين بتحددها اللي هو تي اكس اف تي اكس اي اف الترانسميتر انتربت فلاج والتي ام ار تي اللي هو هاي يعني هاي وهاي. طيب طلعوا لي كيف العمليه بتتم. الان اوكي الان شو بصير بالضبط؟ When the data transfer between TX register and shift register شوفوا لما انتم شباب تكتبوا هون داتا واحد كتب لي هون داتا حكى لي 5 اي كتب لي 8 بت تمام. الان لما انت تكتب داتا هون طبعا احنا فقط بنكتب على هذا الريجستر والباقي على المايكرو كنترولر. طيب الان شو بصير لما انتم تكتبوا اوكي
the interrupt flag TXF. هاي طبعا وين هاي البت TXIF موجودة بالPIR1 ذكرينه هذا ريجستر شرحناه بالانتربت. طوالي هاي البت بتصير واحد. يعني شباب لما انتوا هذا الريجستر تكتبوا عليه تكتبوا 5A طوالي هاي البت بصير واحد. اذا فعلين الانتربت راح يصير انتربت. اذا مش مفعلينه مش راح يصير انتربت، بس على كل حال راح يصير هاي واحد. طيب بصير واحد. الان احنا بنعرف لما نحط هنا 5A بالستاتس بالتي اكس ريجستر بالترانسميتر ريجستر، هذا ريجستر كثير مهم، هو اصلا اللي بنتعامل معه كبروجرامر، مباشره الداتا راح تنتقل لوين؟ لهم. اذا نفاضي. طبعا الداتا راح تنتقل لهون اذا نفاضي. طيب وراح يضيف عليه الليست والموست سيجنيفيكنت بت. اوكي هذا الريجستر 9 بت. من 0 ل 8 يعني 9 بت. طيب البت الاخيره راح تكون بت رقم 9 بس بشرط نكون احنا مفعلين انه بدنا نودي 9، اذا مش مفعلين هاي راح تكون دونت كير، وبالتالي يعني 0 راح تكون، وبالتالي الترانسميتر راح يتم فقط على الثمان بتات. الان يا شباب احنا كتبنا الداتا على تي اكس ريجستر اللي هو ال 5A اوكي. الان شو راح يصير؟ الان الداتا راح تنتقل من تي اكس ريجستر لوين؟ للتي اس ار ريجستر. هذا شيفت ريجستر مباشر، هاي راح تصير واحد لما تنتقل. طيب الان بهاي الحاله الداتا الان راح تصير تنتقل لبرا. طيب لحظه، هاي الاي فلاج متى بتصير صفر؟ ما بقدر انا ما بقدر اعملها كلير بالسوفت وير، لكن هي بتصير صفر متى؟ از اونلي كليرد وين تي اكس ريجستر از ريلودد. شو يعني تي اكس ريجستر از ريلودد؟ يعني لما تعبوا انتوا داتا هون مره ثانيه، لما تعبوا داتا هون جديده طوالي هاي بتصير صفر. طب لحظه صارت صفر، صارت صفر والداتا هون، يعني ما دامه هذا ايش؟ ما دامه هذا معبى، ما دامه هاي صفر. هسه لما تنقلوا الداتا للريجستر شو يعني تنقلوا الداتا؟ يعني خلاص هذا فضي، طوالي هاي شو بتصير؟ واحد. يعني لو سالتكم السؤال متى التي اكس اف اي اف اي فلاج بتصير واحد؟ راح تقولوا لي لما الداتا تنتقل من هون لهون. شو يعني لما هذا يفضل؟ طب سؤال، اذا انت في عندك داتا والداتا هنا، انا عندي داتا كتبت على الريجستر اوكي، طوالي لما اكتب هون داتا راح هذا يصير صفر. بس لحظة بعد مش منقولة يا شباب، يعني هون في داتا قديمة. طيب الآن هذا ريجستر قاعد بنقول الداتا باللون الأحمر قديمة مشغول، جيت أنتوا كتبتوا داتا جديدة. طبعا أول ما تكتبوا داتا طوالي هذا بصير صفر. طب السؤال تاعي بصير أكتب داتا مرة ثانية على التي إكس ريجستر؟ لا، لأنه الداتا الجديدة بعدها مش منقولة، فما بصير أكتب داتا كمان عليها. ليش؟ لأنه هذا الريجستر بعده مش مودد الداتا تاعيته. طيب كيف عرفنا؟ طبعا ما بنقدر نعرف الا من خلال فحصنا للتي اكس اي اف، وبالتالي المفروض يا شباب اول شيء نعمله نفحص التي اكس اي اف. اذا انه صفر معناها لا تكتبوا على هذا الريجستر، يعني قبل عمليه كتابه على هذا الريجستر لازم نفحص هاي البت. اذا صفر لا تكتب، اذا واحد اكتب. ليش اذا واحد اكتب؟ لانه انا بعرف انه الداتا لما هذا يفضى طبعا والداتا تنتقل لهون هذا مباشره راح يصير واحد. شو يعني راح يصير واحد؟ يعني خلص الداتا راحت بالمكان اللي بدي تنتقل منه، فبالتالي بتصير تنتقل، وهذا فضي بناء عليه. طيب اذا انه واحد اكتبه هون، اذا انه مش واحد لا تكتبه، صح؟
يعني اذا انه صفر لا تكتبوا ديروا بالكم بيكون هذا الريجستر بعده معبى والقيم تاعيته القيمه تاعيته مش مبعوثه على الشيفت ريجستر اللي بيبعث للعالم الخارجي او عبر السيريال عبر البنتي اكس. اوكي شباب هاي نقطه كثير منها لازم نفهمها. طيب الان بالنسبه لليو اس ارت بورد ريت جينيريتور اوكي هذا شباب بيحدد لي البود ريت اوكي بيحدد لي البود ريت وهو عباره عن سرعه نقل البيانات وتحسب بالبت بير سكند. طيب الان الريسيفر والترانسميتر لازم ايش لازم يكونوا متفقين او متشاركين بالبود ريت. طبعا كيف يحسب؟ هي معادلته سهله. البود ريت عباره عن الفريكوانسي تبعت المايكرو كنترولر تقسيم 64 بحالة البت صفر البت بي ار جي هاي صفر او 16 بحالة البود ريت جي اتش هاي واحد. هاي البت وينها؟ هيها بت رقم 2 بالترانسميتر. اذا كنا حاطين واحد بتكون هاي سبيد، اذا صفر لو سبيد. فاذا انت كنت حاطه واحد فرح يستخدم ال 16، اذا كنت حاطه صفر رح نستخدم ال 64. طيب ضرب محتوى الريجستر اس بي بي ار جي زائد واحد. تمام يا شباب؟ هيك يحسب البود ريت. طبعا هذا عباره عن ريجستر تمام؟ هيو وله عنوان. عنوان 99 يعني انتم بتعبوه وبالتالي لما انتم تعبوه والفريكونسي تاعت المايكرو كنترولر معروفه اذا البود ريت معروف. وبالتالي شباب هيك احنا بنحسب البود ريت وهذه شباب بيحدد لي سرعه نقل البيانات تاعتي وبالتالي راح تكون هنا بالبت بير سكند. ترى الان يا شباب خلينا نشوف اوكي اليو اس ارت اسينكرونس ريسيفر. خلينا نشوف الاسينكرونس ريسيفر بالموديول تبعنا اليو اس ارت اوكي. هذا ريسيفر الاسينكرونس من ننتبه من اسمه ريسيفر معناها بيستقبل الداتا فاكيد راح يستقبل الداتا تاعتنا تمام فراح يستقبلها عبر بن اللي هو بن 7 ببورت سي يعني عبر هاي البن. إذن الآن يا شباب من خلال هاي البن اللي هي البن السابع ببورت سي راح نستقبل ايش؟ السيريال انبوت. السيريال انبوت. طيب الآن السيريال انبوت اللي بفوت مع عندي هنا تمام؟ السيريال انبوت اللي بفوت عندنا تمام يا شباب؟ الآن أكيد راح نجمعه جوات المايكرو كنترولر فراح يتجمع داخل ريسيفر شيفت ريجستر تمام؟ اوكي راح يتجمع ممتاز اذا البت. طب السرعه اللي راح يتجمع فيها هي حسب ايش؟ حسب البود ريت جنريتر. هذا البود ريت جنريتر حكينا عنه قبل شوي بيعتمد على الفريكونسي وبيعتمد على محتوى الريجستر ومنقسم يا على 64 او على 16 صح؟ فبالتالي هون راح يحدد السرعه اللي راح يشتغل عليها عمليه الريسيف. طيب يعني هي المعادلة الفريكونسي والريجستر اس بي بي ار جي تمام وذا هاي وذا لو وذا هاي الهاي صفر او واحد فبالتالي يا 64 يا 16 تمام هيو يا بنقسم على 64 او على 16. طيب بناء على يا شباب اوكي اهم نقطة لازم احنا نفعل السيريال بورد فلازم نعمل له انيبل في الاس بي ان لازم تكون يا شباب واحد تمام. كمان في عندنا ايرور ممكن يصير يعني لما نستقبل الداتا ممكن يصير عنده ايرور فممكن يكون عندنا فريمينج ايرور او اوفر ران ايرور. الان اذا اكتشفنا الفريمينج ايرور هاي بتصير واحد هاي بالستاتس ريجستر واذا اكتشفنا انه اوفر ران ايرور هاي بتصير واحد. اذا ما في ايرور بصير ان هذول اصفار يعني هذول بتحدث من مين؟ من المايكرو كنترولر نفسه. الان السي ار اي ان هاي الكونتينوس ريسيف انيبل يا بتسمح لنا نستقبل الداتا كونتينوسلي او مش كونتينوسلي
وفي عندنا هون 9 بت، هاي بتحدد لي انه احنا بنستخدم 9 بت او 8 بت. طيب بس بننتبه كثير لنقطه كثير مهمه هون عندنا بعمليه الريسيف، هي عباره عن عمليه تجميع الداتا. الان البتات اللي بيجني من هون راح يتجمعن بالبي اس ار ريجستر. طيب الان لما يتعبى هذا البي اس ار ريجستر وما في ايرور، طوالي وين راح ينكتب الداتا؟ راح تنكتب الداتا بريجستر اسمه سي ريسيف ريجستر، هي يكون 8 بت او 9 بت. البت التاسع منه اكيد اوكي راح تتخزن بالار اكس 9 دي اللي به اللي وين هاي راح تتخزن هون. على كل حال بتلاحظوا يا شباب انه الريسيف تاعي هذا هو عباره عن ايش؟ دبل بفر. دبل بفر يعني هذا عباره عن بفر من جزئين، الجزء الاعلى منه اللي بيستقبل اللي هو الريجستر تاعنا اللي هو الار سيريس ريجستر ريسيف ريجستر. طبعا هذا عنوانه يا شباب على قديش؟ ار سي ريجستر على عنوانه على 1A، فلما تقراوا من 1A بتكونوا انتم قراتوا هذا. إذن هو دبل بفر. ليش دبل بفر؟ مشان يسمح لنا انه نستقبل داتا ورا بعض، يعني بيقدر هذا الان احنا بنقدر نستقبل يا شباب 3 وورد، صح؟ ليش 3 وورد؟ اوكي او 3 بايت خلينا نحكي، اوكي؟ اول وورد بتكون موجوده هون، وثاني وورد بتكون موجوده هون، تمام؟ والورد الثالثه اللي قاعدين بنستقبل فيها اللي بتكون وين موجوده؟ بالشيفت ريجستر. تمام شباب؟ هيك فعليا بصير، يعني اللي بتجمع هون بتجرد هذا ما تجمع وعبى الداتا، طوالي وين بودي الداتا؟ على وين؟ على هذا الريجستر اللي هو ار سي ريجستر. احنا بكل بساطه ما بدناش تعقيد، بكل بساطه احنا فقط بنقرا هذا الريجستر، فانت كانك قرات الريسيف داتا. الان بننتبه لنقطه، اول ما يصلني داتا هون على الريسيف ريجستر، تمام؟ اول ما يصلني داتا على الريسيف ريجستر طوالي الار سي اي اف بتصير 1، وبالتالي اذا احنا كنا مفعلين الريسيفر انيبل راح يصير عندنا انتربت. على كل حال اذا كيف بنعرف احنا انه وصلتنا داتا؟ افحصوا لي الريسيف انتربت فلاج، اذا لقيتوها 1 بيكون وصلكم داتا، فبتقدروا تقرؤوها من وين؟ من الريسيف ريجستر. هي 8 بتات. البت التاسع اذا بدكم اياها تقرؤوها من الكنترول ريجستر تاعنا اللي هو الار اكس 9 دي، هاي البت بتقدروا تقرؤوها من الريسيف كنترول ريجستر. وبالتالي الداتا اللي بتقرؤوها يا شباب الداتا اللي بتقدر تقرؤوها من هون. اوكي؟ تمام. فالان يا شباب المثال اللي امامنا بيوضح لنا كيف عمليه ارسال الداتا بشكل سيريالي. اوكي. بطريقه الاسينكرونس وباستخدام المود يو اس ارت. الآن يا شباب عندنا هنا بالمثال تاعنا هذا في عندنا مايكرو كنترولر، هذا المايكرو كنترولر تاعنا في جوا ريجسترات، أوكي؟ هذا هو المايكرو كنترولر تاعنا، هذا عندنا ريجستراتنا، تمام؟ الآن المايكرو كنترولر تاعي في ترانسميتر تي اكس وفي ريسيفر بن. الان احنا بكل بساطه بدك تودي داتا، اكتب الداتا على التي اكس ريجستر مباشره، الداتا راح طبعا راح تنبعث للشيفت ريجستر اكيد، وراح الان الداتا راح تنبعث سيريالي عبر التي اكس، ونفس الشيء اي داتا بتيجي من الار اكس راح تروح على الشيفت ريجستر وبس، يعني ومجرد ما انتهى هذا الشيفت ريجستر راح الداتا تتسيب بالريسيف ريجستر، فانتوا اقراوا الريسيف ريجستر بتكونوا قراتوا الداتا اللي اجتكم سيريالي. اوكي؟ شوفوا هيك العمليه بتتم. اوكي؟ يعني بدون ما نشوف التفاصيل الداخليه. طيب اذا كانه من وجهه نظر المبرمج اي شيء بتكتبوه هون راح يروح وين؟ انا بحكي هيك بشكل عام.
عبر الترانزميت عبر الترانزميت بين. واي شيء بيجي من الار اكس راح يجي يتجمع، طبعا يتجمع اكيد بالشيفت ريجستر زي ما شفنا بالسلايدات السابقه، بس فعليا بالاخير راح يجي وين؟ على الريسيف ريجستر. فاقراوا انتم 1A هذا العنوان فكانكم قراتوا الداتا اللي جتكم سيريالي، بيجيكم 8 بت جازات، وهون بتلاقوا ال 8 بت. تمام، البت التاسع بتلاقوها بالوين؟ بالكنترول ريجستر. طيب على كل حال هسه لو قلت لكم يا شباب بدي تهيئوا لي اوكي عمليه الترانسميت والريسيف، عندنا بالمثال تاعنا يا شباب، هذا بالمثال تاعنا هذا يا شباب احنا فعليا بنرسل داتا من الترانسميتر، ونفس الداتا اللي بنرسلها بنستقبلها بالريسيفر، يعني تيستينج فقط. الداتا اللي بنوديها لهم فشو بنجي بنحط سلك زي هيك تمام، وبنوصله من الترانسميتر للريسيفر. اوكي احنا البرنامج تاعنا هذا واللي هذا وعلى السلايد اللي وراه فعليا ببعث الداتا من الترانسميتر وبستقبلها نفسه المايكرو كنترولر من الريسيفر. اوكي هيك بصير، يعني فقط هذا التستنج. فبدنا نشوف كيف بدنا نودي الداتا وكيف بدنا نقرا الداتا. طيب اول خطوه يا شباب بدنا نرسل الداتا بشكل اسينكرونس، وبدنا نستخدم الموديول USART. ممتاز، معناته اول خطوه شو لازم نعملها؟ لازم نعمل initialization لل USART. طيب هاي نقطة، النقطة الثانية بدنا نعرف احنا بأي بنك والريجسترات مشان أعرف أتعامل معهم. طيب أول نقطة بدي أعملها يا شباب بدي أهيئ أو بدي أعبي الريسيفر كنترول ريجستر، يعني هذا بدي أعبي، وبدي أعبي كمان هذا الكنترول ريجستر الثاني تبع الترانسميتر. فبدي اختار البتات المناسبه وعبيهن اوكي مشان اهيئ مين الريجستر تاعي، وكما مشان اهيئ الموديول تاعي. طيب فطلعوا هون شو حاط فيهن، شوفوا شو قال لي موف ال دبليو 1001000، بعدينك موف الورك، هذا راح نقول لي هذا البايت للوركينج ريجستر، بعدينك موف الوركينج ريجستر للار سي اس تي اي، يعني لمين؟ لل 18، يعني موف دبليو لل 18. ممتاز، معناها راح ينكتب الان بالار سي اس تي اي راح ينكتب هذا البايت. الان يا شباب هاي الجمله اللي هو عباره عن موف دبليو اف ار سي اس تي اي راح تنقل لي هذا البايت وين؟ على هذا الريجستر. اذا هذا الريجستر راح يتخزن فيه 1001 و4 0، تمام اللي هو هيو عشان نعرفه بالضبط 4 0 1 0 0 1. طيب طلعوا لي على البتات تاعته الان، اكيد احنا بدنا نخلي الترانسميت والريسيف يشتغل، معناها لازم نعمل انيبل، لهيك حطينا هنا 1، يعني ليش هو اختار هاي الارقام؟ وبالتالي هنا احنا عملنا انيبل لمين؟ لمين؟ للترانسميت والريسيف. فبالتالي التي اكس والار اكس بن راح تصير نستخدم كسيريال بورت. طيب الان طلعوا لي هنا الان الار اكس 9 حاط لي اياها 0، شو معنى 0؟ يعني انا مش 9 بت بدي اودي ايش؟ 8 بت، فبالتالي الترانسفير عندي 8 بت. اوكي شباب؟ اوكي؟ تمام. الان يا شباب البت اللي هو سي ار اي ان اللي هو كونتينوس ريسيف انيبل قيمته الان 1، هذا شو بيعني يا شباب؟ بيعني انه احنا المود تاعنا كونتينوس ريسيفنج، بالاضافه للبت اللي وراها اللي هو الادرس انيبل قيمته 0، هذا بيعني انه نو ادرس ديتكت. وبالتالي يا شباب الان لما ننقل هذا البايت للريسيف كنترول ريجستر تمام، اللي عنوانه هيو عنوانه 18 بالهكسا تمام، يعني ضروري نحدد العنوان ويكون باي بنك يا شباب، اوكي ضروري تحديد البنك بطريقه صحيحه. وبالتالي بهاي الحاله اوكي بيكون احنا فعلنا السيريال بورت، وبالتالي البورت از اون اوكي، وبالتالي وكمان
عندنا 8 بت ترانسفير، هاي نقطة كثير مهمة. وكمان يا شباب احنا بنستخدم الكونتينوس ريسيفينج والنو ادريس ديتكت. اوكي تمام يا شباب. الان يا شباب بعد ما كتبنا بالريسيفر كنترول ريجستر كتبنا هذا البايت، الان شو بدنا نعمل؟ بدنا نكتب بالبايت الاخر اللي هو للترانسميتر كنترول ريجستر اللي هو على عنوان 98، وبالتالي لازم اذا نختار البنك المناسب. تمام، وبالتالي بنعمل ست بت ست اف للستاتس ار بي 0، هاي راح تعمل الار بي 0 بالستاتس اوكي راح تعملها واحد، وبالتالي الان راح نختار البنك اللي موجوده في هذا الريجستر اللي هو تي اكس اس تي اي. الان بعد هيك شو بنحط؟ بنحط البايت المناسب بهذا الكنترول ريجستر اللي خاص بالترانسميتر. الان شو بنجي بنقول له؟ موف ال دبليو 0010100 اوكي هذا البايت. الان بعدين بننقله للتي اكس اس تي اي، بنقله لهذا الريجستر. الان بيجي بتيجي السي بي يو بنقول لي هذا البايت لمين؟ لهذا الريجستر. وبالتالي شو راح ينكتب بالتي اكس اس تي اي؟ راح ينكتب الان 001000100. الان هذا محتويات هذا الريجستر اللي هو ريسيفر والترانسميتر كنترول ريجستر وريسيفر كنترول ريجستر، هذولا بي ايش بيعمل لي انيشاليزيشن لمين يا شباب؟ ل لا لا لليو اس اي ار تي موديول اوكي، وبحدد طريقه عمل الريسيفر والترانسميتر اللي خاصات فيه شباب. تمام، الان نقلنا هذا البايت على تي اكس اس تي اي، الان شو هذا راح يعمل اوكي، وشو راح يخلي، كيف راح يخلي الترانسميتر يتصرف الان؟ تمام، اذا الان احنا هذا هو الترانسميتر كنترول ريجستر تاعنا، فراح نقول عليه 001 001 00. اوكي هذا شو بيعنيني شباب؟ بيعنيني التالي، اول نقطه انه التي اكس انيبل ممتاز، اذا انه احنا بدنا الترانسميتر يودي داتا سيريال داتا فلازم احطه واحد، فبالتالي الترانسميتر انيبل حطيناه واحد. تمام، الان التي اكس 9 حطيناه صفر، شو معنى صفر؟ معناته احنا ما نرسل 8 بت، وبالتالي راح يكون هنا او اللي عملناه الان سيت اب الاسينكرونس شانل، وبالتالي عملنا الترانسميت انيبل وكمان على 8 بت. والبي ار جي اتش حطيناها واحد، معناها راح نشتغل على ايش؟ على الهاي سبيد بود ريت. تمام، على هاي سبيد بود ريت اوكي. وبالتالي يا شباب اذا لما نحط هذا البايت بالتي اكس اس تي اي بيكون احنا هيئنا الترانسميتر تاعنا حتى يكون اول شيء عملنا له انيبل اوكي، وبالتالي راح يتفعل الان التي اكس بن، هذا راح يصير الان نودي داتا سيريال داتا من خلاله بس 8 بت، يعني كل بايت بنوديه فقط راح يرسل 8 بت بالاضافه للستارت والستوب بت اوكي، وعلى هاي سبيد بود ريت. تمام، الخطوة اللي وراها يا شباب اوكي شو بدنا نعمل؟ بدنا نحدد اللي هو البود ريت كلوك. تمام، نحدد البود ريت، فكيف بنحدده؟ كل بساطة في عندي ريجستر موجود على 99 اوكي، يعني بنفس البنك اللي فيه الترانسميتر كنترول ريجستر اسمه اس بي بي ار جي، هذا الريجستر يا شباب بحط فيه القيمة تاعتي وبناء عليه بحدد لنا البود ريت حسب المعادلات اللي موجودات امامي. بما انه حاطين احنا البي ار جي اتش 1 معناها راح تكون معادله البود ريت هي عباره عن الفريكونسي تبعت المايكرو كنترولر على 16 في الاس بي ار جي زائد 1. اوكي؟ هيك راح تكون معادلتنا. وبالتالي بناء عليه اوكي شو حطينا هون؟ موف ال 4 موف ال دبليو 4 راح تنقل لي 4 على الوركينج ريجستر، بعدينك موف دبليو اف اس بي ار جي راح ينقل اس بي ار جي راح ينتقل الاربعه على هاي، وبالتالي راح يصير قيمه هذا الريجستر 4. تمام، بعدينك بنرجع لبانك 0 اللي موجود في تي اكس ريجستر والار سي ريجستر، لانه هذول الريجسترين الان اللي بروجرامر راح يصير يكتب عليهم اوكي، على تي اكس راح يصير يكتب عليه والداتا راح تطلع عبر الترانسميشن لاين،
عبر تي اكس لاين عبر تي اكس بن، وكمان اي شيء بيجي من الار اكس بن نهايته وين تكون بالار سي ريجستر، وبالتالي بنرجع بعد هيك للبانك زيرو. فبقول له بالتكلير اف ار بي زيرو بالستاتس، هيك راح نرجع الان لبانك زيرو، فبالتالي اي عنوان بنعطيه راح يكون الان ضمن هذا البنك. طبعا ليش؟ لانه هل الان بعد ما عملنا انيشاليزيشن الان التي اكس ريجستر والار سي ريجستر يا شباب هن اللي مهمات الان بالنسبه لنا، فبالتالي كتبنا احنا على الكنترول ريجسترز وعلى الاس بي اي بي ار جي، فحددنا طريقه عمل الترانسميتر والريسيفر، وهيئنا السيريال او اليو اس اي ار تي موديول اوكي كيف يشتغل، وحددنا الان البود ريت. بعد هيك الان بصير يهم التي اكس ريجستر والار سي ريجستر. طيب الان بما انه احنا يا شباب حطينا اربعه بالاس بي ار جي، بناء عليه قديش البود ريت راح يكون؟ البود ريت راح يكون بناء عليه يا شباب، البود ريت راح يكون الفريكوانسي الاف اوسيليتر تبعت المايكرو كنترولر على، بما انه واحد البت هاي معناها راح يكون تحت 16 في اللي هو 4 زائد 1 بين قوسين. طيب هاي شو تساوي شباب؟ هذا المايكرو كنترولر يا شباب بيشتغل على 4 ميجا هرتز، وبالتالي الفريكونسي تاعيته الاوسيليتر اللي بيشتغل عليها اللي هو عباره عن 4 ميجا هرتز تقسيم 16 ضرب 5، وراح يساوي الان 4 ميجا هرتز تقسيم 16 في 5 راح يعطيني 50 كي، 50000 يعني 50 كيلو بت، كيلو بت بير سكند. تمام يا شباب؟ كيلو بت بير سكند، هيك تحسب البود ريت 50 كيلو بت بير سكند. وبالتالي يا شباب 50 كيلو بت بير سكند بيعني انه احنا راح نبعث 50000 بت بالثانية، يعني 50000 بت بالثانية راح تنبعث اوكي عندنا بهذا الترانسميتر، او الريسيفر راح يستقبل 50000 بت بالثانية. طيب شو معنى 50 كيلو بت بير سكند؟ هذا بيعني لو سألتكم قديش البت ديوريشن، اوكي البت ديوريشن يعني قديش البت الوحده هاي مثلا الصفر او الواحد، قديش البت بيريود تاعتنا سواء الصفر او الواحد. اوكي بما انه احنا بنرسل بسرعه 50 كيلو بت بير سكند، طيب معناها البت بيريود راح تكون بناء عليه بت بيريود راح تساوي واحد على قديش؟ واحد على 50 كي او 50000 يعني، وتساوي قديش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي واحد على 50000 راح تعطيني اللي هو 20 مايكرو سكند، 20 مايكرو. تمام، وبالتالي راح يكون عندنا البت ديوريشن هو 1 على 50 كيلو بت بير سكند وتساوي 20 مايكرو. اذا البت ديوريشن سواء للصفر او الواحد 100% شباب قديش راح تكون؟ 20 مايكرو سكند. تمام اوكي، اذا يا شباب زي ما شفتوا عندنا بهذا المثال اوكي، الان يا شباب اول خطوه عملناها عملنا انيشاليزيشن لليو اس ارت اوكي، فبالتالي هيئناها وحددنا كيف هاي بدها تشتغل، وكمان حددنا البود ريت. وبالتالي كيف حددناه؟ بكل بساطه عبينا الاس بي بي ار جي ريجستر بفاليو معينه، وبالتالي احنا بنعرف الفريكونسي تاعت المايكرو كنترولر. تمام اوكي، وبناء عليه راح نستخدم هاي المعادله لحساب البود ريت عندنا اوكي. لان يا شباب بعد ما عملنا انيشاليزيشن لليو اس ارت وهيئناها بحيث انها تودي لي تودي لي الداتا سيريالي وتقدر تستقبل الداتا سيريالي، الخطوه الثانيه خلينا نشوف نشوف كيف بنودي الداتا. الان يا شباب هذا الكود الموجود بالانتربت سيرفيس روتين
اوكي شو بيعمل بالضبط هذا الشباب؟ كل بساطه بيرسل داتا، اوكي بيرسل داتا عبر الترانسميتر تاع اليو اس ارت، اوكي عبر الترانسميتر بيرسل بايت. اوكي هذا البايت الشباب هو عباره عن موقع بالذاكره، اوكي موقع بالميموري تاعتنا الليبل تاعه اي 2 اس ار اكس وورد. اوكي يعني هذا عباره عن ليبل لموقع بالذاكره. فبكل بساطه هذا الموقع بالذاكره هو راح نبعثه الشباب عبر الترانسميتر، راح نبعثه عبر اليو اس ار تي. اوكي تمام، وبس نبعثه بدنا نستقبله كمان، اوكي فقط للتستينج. فمن نستقبله هذا عبر مين؟ عبر الار اكس. تمام، فاجي نحن هنا فزي ما شفتوا شبكنا التي اكس مع الار اكس فقط للتستينج. طبعا الار اكس ممكن يكون جايني من مايكرو كنترولر ثاني او ممكن يكون جايني من بريفرال ثاني، احنا هنا شبكناهن فقط مع بعض للتستينج. طيب فهذا البايت من نستقبله شباب عبر الار اكس تبع اليو اس ار تي. اوكي هذا اللي رايحين نعمله. تمام اوكي. طيب الان خلينا نشوف شو الكود او كيف يا شباب بدنا نكتب الكود اللي بيرسل واللي بيستقبل. شوفوا ما اسهله. اوكي الان بجمله واحده راح نبعث البايت، وبجمله واحده او يعني بكود بسيط راح نستقبل اوكي عبر البايت سيريلي عبر الار اكس. تمام طيب خلينا نشوف كيف بدنا نعمله. تابعوا علي شباب. الان اول خطوه يا شباب شو عامل؟ هو عامل بري كلير للريسيف انتربت فلاج، وبالتالي عامل كلير للبي اي للبت اللي هي اسمها ريسيف انتربت فلاج اللي وين موجوده؟ بالبي اي ار ريجستر. هاي اذا اول شيء عملناه له كلير. تمام الخطوه الثانيه شو بدنا نعمل؟ بننقل هاي الوورد اللي حكيت لكم عنها اللي هو اي 2 سي ار اكس وورد، هاي عباره عن بايت، بننقله وين؟ على الوركينج ريجستر. طيب بعد هيك شو بنعمل؟ بننقل الوركينج ريجستر يا شباب على التي اكس ريجستر. هذا تي اكس ريجستر تاعنا اللي عنوانه 19F. وبالتالي بكل بساطه اذا بدكم تودوا بايت سيريالي اول شيء شو لازم تعملوا؟ لازم تهيئوا اليو اس ارت. اوكي بحيث انه تصير هذه اليو اس ارت، اوكي بحيث انه تصير تودي داتا وتستقبل داتا سيريالي. اوكي هاي اول نقطه. النقطه الثانيه بكل بساطه ودوا لي على بدكم تودوا بايت فقط اكتبوه بالتي اكس ريجستر. الان مباشره شو بنقول له؟ موف وورد موف دبليو اف تي اكس ريجستر. الان الوورد تاعي هذا اللي موجود بالوركينج ريجستر او البايت الموجود بالوركينج ريجستر راح ينكتب بهذا الريجستر. تعرفوا شو بصير من الآن؟ الآن عند هاي اللحظة، عند هاي النقطة مباشرة الآن هذا الريجستر راح يروح وين يا شباب؟ مباشرة راح يروح على الشيفت ريجستر، ومن الشيفت ريجستر الآن راح يبلش يطلع عبر التي اكس بن. الآن راح الداتا البايت هذا اللي موجود هون راح يصير ينبعث سيريالي عبر التي اكس. بس يا شباب بدنا ننتبه لنقطه انه تي اكس ريجستر مش راح ينبعث مباشره على تي اكس، صح؟ اوكي تي اكس راح ينبعث على الترانسميتر شيفت ريجستر. تمام، وبالتالي بعدينك راح يصير ينبعث بيت باي بيت. طيب الان بعثنا. تمام، اذا الترانسميتر راح الان يبعث هذا البايت اللي موجود عندي. اوكي طبعا انتبهوا الان المايكرو كنترولر بيكمل تنفيذ. تمام، مايكرو كنترولر بيكمل تنفيذ، وشو كمان؟ والبورت هذا بصير يبعث الداتا. تمام، بصير يبعث الداتا بيت باي بيت. اوكي، وبالتالي هذا الموديول اللي هو عباره عن اليو اس ارت بصير يبعث الداتا بيت باي بيت، والمايكرو كنترولر بيكمل تنفيذ طبيعي، يعني الان بيمشي على الخطوه اللي وراه. طيب احنا بنعرف الشباب من ننتبه لنقطة، الآن بدنا شو نعمل؟ بدنا نقرأ. أوكي لاحظوا، إذا أنا وديت الآن راح تبلش البتات ينبعثن عبر التي إكس، والمايكرو كنترولر تاعي بيكمل تنفيذ، كل هذا بيكون مع بعض ويشتغل. الآن إحنا الداتا اللي بتنبعث الآن راح تيجي على الآر إكس، فالآر إكس شو راح يصير يعمل؟ طبعًا تروح على الريسيفر شيفت ريجستر،
اوكي، وبعد الان ريسيفر شيفت ريجستر ما يتعبى مباشره راح الداتا وين تروح؟ على الار سي ريجستر. يعني كانه بالنسبه لنا اللي بيجي عبر الار اكس راح يتجمع يا شباب وين؟ يتخزن بالار سي ريجستر. طب بس لحظه، مش دفعه واحد بده يجي سيريالي. طب الان شلون بدي اعرف انه هذا الار سي ريجستر تعبى؟ ما بصير اقرا قيمته الحاليه، بدي اعرف وتاكد انه تعبى، لانه هو راح يتعبى ببطء مثلا اذا كان البود ريت بطيء، صح؟ الان راح يتبلش هذا يتعبى الشيفت ريجستر، وبس يتعبى بيروح وين؟ بحط لي القيمه بالار سي ريجستر، وبالتالي الار سي ريجستر مش راح يتعبى مباشره، يعني راح يحتاج لوقت. طب السؤال تاعي، كيف بدي اعرف انا انه الار سي ريجستر تعبى؟ ايوه، في عندنا بت اسمها ريسيف انتربت فلاج، تمام، موجوده بالبي اي ار ريجستر. هاي البت قلنا لما الار سي ريجستر يتعبى، اوكي، يعني لما الشيفت ريجستر يتعبى قيمته ويتخزن بالار سي ريجستر، هاي البت يا شباب شو راح تصير؟ اوكي، هاي البت راح ايش تصير؟ واحد. اوكي، راح تصير واحد، وبالتالي معناته هذول التو ستيتمنت اللي موجودات عندي، اوكي، شو بعملن؟ هذول راحات يظلن فايتات بلوب ويظلن يتفحصن الار سي اف. الان ما دام الار سي اف، ما دام الار سي انتربت فلاج، ما دام قيمتها صفر، ما دام احنا بهاي اللوب، الان نطلع عليها بت تيست سكيب اف ست للبي اي ار سي اف. افرض الان انها زيرو، طبعا شو معنى هاي البت انها زيرو؟ معناته الشباب انه احنا ايش؟ ال RCF 0 معناته انه الريجستر ال RC ريجستر ما في القيمه الجديده، صح؟ ما في قيمه جديده. طيب، وبالتالي معناته الان اذا انها صفر، اوكي، مش راح هاي البت، مش هذا البرانش مش راح تتحقق، معناها راح يروحوا لوين؟ لجو تو ماينس 1. جو تو ماينس 1 شو راح، شو هاي الجمله؟ هاي شباب راح ترجعنا خطوه للخلف، يعني زي ما كنا نقول نكتب go to loop وهون نحط اللوب، نفس المبدا. go to minus 1 يعني راح ترجع لي للستيتمنت اللي قبليها، هيك معناها، تمام؟ يعني البروجرام كاونتر راح يتنقص بواحد، فراح نطلع لفوق. الان بت تيست سكيب اف ست، سكيب اف ست يعني اذا مش ست لا تعملش سكيب، وبالتالي هاي الجمله ما دامه الار سي اف صفر، ما دامه اوكي مش راح يعمل سكيب، معناته راح يجي وين؟ للجو تو. وبالتالي احنا راح نظلنا بهاي الفور لوب لحديت الار سي ريجستر ما يتعبى بالداتا اللي جايات من الار سي ريجستر، راح يتعبى بحد من الداتا اللي جايات من الار اكس. طيب، انا بتعرف شو راح يصير الان؟ اذا هاي اللوب راح نظلنا فيها، يعني هاي بتعمل بولينج، اوكي، بظلها تفحص الفلاج. الان يا شباب طلعوا لي هنا، اذا الان شو راح يصير عندنا؟ الان فاتت البتون، تمام، سيريالي عبر الار اكس، فاتت البتات، الان تعبى الار سي ريجستر. بتعرفوا انتم الان لما الشيفت ريجستر يتعبى ويروح يتخزن بالار سي ريجستر، الان طوالي هاي الفلاج شو راح تصير؟ واحد، تلقائي لحالها بتصير. وبالتالي لما الار سي ريجستر يتعبى بالقيمه الجديده، هاي راح تصير واحد. الان لما نيجي ونفحص البت تست اف سكيب اف زيرو للبي اي ار ار سي اف ار سي اف انتربت فلاج، الان لما نفحصها راح نلاقيها واحد. لما نلاقيها واحد شو بتقول لي هون؟ اعمل سكيب. شو معنى سكيب؟ راح نيجي لوين؟ للجمله اللي وراها. اذا هاي اللوب اللي هون، اوكي، هاي اللوب خلت المايكرو كنترولر يظل يتفحص البت اللي اسمها ار اي اس ار سي اف. شو معنى يتفحص؟ يعني هاي البت معناته انه راح، ما دام انه الار سي ريجستر مش معبى كامل، مش معبى بالقيمه الكامله اللي جتنا، اللي قاعد بتجينا وبتتعبى، اوكي، ما دامك انت ايش؟ لا تقراهاش. طيب الان لما يتعبى الار سي ريجستر، طوالي هاي البت راح تصير واحد، معناها راح نعمل جمب ونطلع من هاي اللوب. طيب لحظه، لما يصير الار سي اف واحد شو معناها؟ معناها يا شباب انه هذا الار سي ريجستر الان فيه القيمه الجديده، فيه القيمه الجديده، فطوالي شو بنعمل؟ نيجي بنقراها، تمام؟ اذا طوالي بنقرا القيمه تاعتنا،
وبالتالي الآن بقول له move F RC register. أيوة، إذن الآن راح أقرأ من هذا الريجستر، وين بحطه؟ بصفر، يعني بالworking register. الآن إذن القيمة تاعيتي الآن والworking register. إذن لاحظوا، أرسلنا بايت، بعثنا عبر TX، الـ RC استقبل لي وعبالي بالـ RC register، بس ما بتعبى دفعة واحدة، بتعبى سيريلي أول بأول. فلما يتعبى طوالي بصير الـ RCIF، حكينا عنها وشرحناها سابقا، بصير مباشرة واحد. تمام؟ نيجي احنا شو بنعمل؟ بنقرأ هاي القيمة من الـ RC register. الآن لما نقرأها طوالي شباب، اوكي، راح نقرأها وين؟ نخزنها بالـ W register. الآن الـ W register في البايت اللي يا شباب اللي ايش؟ اللي قرأ. بعدينك هذا البايت شو بنيجي بنعمل؟ بنخزنه بموقع بالذاكرة الليبل تاعه asynchronous REX word. هذا ليبل وإكويت معمول سابقا ومعمول لموقع بالذاكرة تاعت البيك مايكرو كنترولر، وبالتالي راح تتخزن الـ RC register هاي راح تتخزن بالworking register، وبعدينك راح تتخزن بهذا الموقع اللي موجود بالذاكرة. وبالتالي هذا كود يا شباب اللي موجود عندنا هنا، هذا كود شو بعمل؟ ببعث لي بايت عبر الـ USART، عبر الترانسميتر تاع الـ USART، وبستقبل لي نفس هذا البايت عبر الريسيفر تاع مين؟ تاع الـ USART، وبخزنه وين الشباب؟ بخزنه بالذاكرة. تمام؟ الآن يا شباب لازم ننتبه لنقطة كثير مهمة، وهو إنه إيش؟ إنه هاي البت اللي صارت واحد، أوكي، لازم نعملها كلير. وبالتالي بتلاحظوا بداية الانتربت سيرفيس روتين ها معمولها كلير. تمام؟ أوكي، مشان ترجع لإيش؟ مشان ترجع هاي البت يا شباب لإيش؟ لصفر. تمام؟ أوكي. الآن يا شباب لو قلت لكم بدنا نشوف شكل الداتا، أوكي، على الـ TX bin أو على الـ RX bin، أوكي، فكيف راح يكون شكلها؟ أوكي، الآن هذا البايت اللي راح نرسله راح ينبعث زي ما حكينا سيريالي عبر الـ TX، وراح يستقبل سيريالي عبر الـ RX، أوكي، بس ما زي ما حكينا سابقاً هذا البايت اللي راح يبعث راح يكون يبدأ بستارت بت وينتهي بإند بت. فالآن قلت لكم الآن خلينا نشوف هاي الويف فورم أو هاي السيجنال اللي بتطلع عبر الـ TX bin أو تستقبل عبر الـ RX bin، كيف راح يكون يا شباب شكلها؟ طيب، فأكيد راح نجيب أوسيلوسكوب ونركبه على الـ TX أو على الـ RX، وبالتالي بنقدر الآن نشوف كيف شكل السيجنال اللي بترسل أو اللي بتيجينا، أوكي، أكيد راح تكون سيريالي. فالآن بهذا السلايد الموجود أمامنا ببين لنا شكل الويف فورم يا شباب للداتا اللي راح تنبعث، أوكي، أو راح تستقبل عبر، أوكي، الـ USART، أوكي. فبالتالي زي ما بتلاحظوا يا شباب، اوكي، الان احنا بنكون دائما بحاله ايديل ستيت، صح؟ بعد هيك طوالي راح الان شو نعمل؟ نرسل، لما نبدا نرسل الداتا فالداتا تاعيتي راح تكون فريمد بستارت وستوب بت، وبالتالي راح اكيد تكون الستارت بت راح تكون قديش؟ صفر. بعد هيك الداتا راح تنبعث بت باي بت، تمام؟ فراح تنبعث الموست للليست، اوكي؟ فراح تنبعث الموست، فراح تنبعث هاي 1، بعدينك 0، بعدينك 1، بعدينك 0، بعدينك 1، بعدينك 1، بعدينك 0، بعدينك 0. طبعا 8 بتات احنا مختارين بالبرنامج تاعنا، فبالتالي 8 بتس. تمام؟ بعد هيك شو راح يرسل؟ الستوب بت اللي راح تكون يا شباب 1. بعد الستوبت بنرجع لايش؟ للايدل ستيت. وبالتالي شباب هاي راح يكون شكل الاسينكرونس داتا اللي راح تنبعث. وبالتالي الداتا تاعيتي اللي مخزنه هاي وين بتكون مخزنه؟ اللي بتكون مخزنه بالتي اكس ريجستر، لما تشوفوا يعني لما تشوفوا التي اكس بن، اوكي، راح يكون الشكل الويف فورم على التي اكس بن راح يكون هيك. وكمان نفس الشيء الداتا الموجوده عندنا، وبالتالي اللي راح تستقبل يا شباب. وبالتالي اذا انتم حطيتوا بالريجستر الترانسميتر ريجستر 10101100 راح يكون هيك شكلها. طيب، تمام؟
اوكي فعليا هيك يا شباب راح يكون شكلها. تمام الان بس بدنا ننتبه انها بايده بستارت بت، بستارت بت وبايش وبستوب بت. طيب الان يا شباب حسب الرسم اللي امامنا بتلاحظوا يا شباب انها مقسمه لقديش، لا يعني مقسم الهوريزونتال هذا الهوريزونتال تايم، تمام مقسم لاجزاء، كل جزء قديش عبارة عن حسب هنا عبارة عن 50 مايكرو سكند. أوكي حسب هذا الأوسيلوسكوب يعني هذا 50 هذا 50 هذا التايم 50 مايكرو سكند، وبالتالي مقسمة ل 50 مايكرو سكند بكل ديفيجن. تمام يعني كل قسم موجود عندنا هذا هو الديفيجن، هذا الديفيجن، هذا الثاني، الثالث، فحسب الأوسيلوسكوب تاعنا 50 مايكرو سكند بير ديفيجن. تمام الان جوا كل ديفيجن اوكي بتلاحظوا انه مقسم لعشرات، هاي 10 20 30 40 50 هاي 10 20 30 40 50 يعني كل ديفيجن عندنا اوكي مقسم لخمس اجزاء، وبالتالي هذا شو بيعني انه اوكي انه كل قسم عباره عن 10 مايكرو سكند. طب معناته قديش بحسب هاي الرسمه قديش البت ديوريشن، هيها قسمين، هاي البت زيرو مقسم لقسمين، معناها البت ديوريشن عباره عن ايش 50 مايكرو سكند. البت ديوريشن هون هاي 50 عباره عن البت ديوريشن عفوا 20 مايكرو سكند، والبت ديوريشن 1 عباره برضه 20 مايكرو سكند. هاي هون عباره عن بتين، هاي بت وهاي بت، تمام هذول عبارة عن 2 بتس، وبالتالي كل واحدة 20 مايكرو سكند، هاي 20 هاي 20. كيف عرفت؟ طبعا هي مقسمة، هاي البت 0 مقسمة لجزئين، وبالتالي كل واحد 10 مايكرو سكند بطلع عندنا 20 مايكرو سكند، وهاي ال1 برضو نفس الاشي مقسمة لجزئين. طبعا ليش 20 مايكرو سكند؟ ليش 20 يا شباب؟ اصلا لان احنا استخدمنا بود ريت قديش مقداره، هيو بالمثال البود ريت تاعي 50 كيلو بت بير سكند، وبالتالي لما يكون 50 كيلو بت بير سكند طيب قديش البت الواحده بحاجه الى لثواني، راح تكون 1 على 50 كيلو بت بير سكند راح تعطيني ايش، راح تعطيني 20 مايكرو سكند اكيد، وبالتالي معناته كل بت بت 20 مايكرو سكند. كيف شباب؟ تمام الان الشباب احنا بكون هيك حكينا عن اوكي بكون الشباب احنا فعليا هنا حكينا عن الاسينكرونس سيريال ترانس سيريال كوميونيكيشن، وحكينا عن موديول موجود عندنا اللي هو اسمه يو اس ار، هذا موجود عندنا بالبيك مايكرو كنترولر، وهذا يا شباب احنا بنقدر نستخدمه لارسال ايش، لارسال الداتا سيريالي بطريقه ايش، بطريقه الاسينكرونس. لكن يا شباب بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه عندنا هون، ان اليو اس ار يا شباب لما ترسل الداتا بتبدا باللي سيجنيفيكنت بت، فبتبدا باللي سيجنيفيكنت بت عكس الام اس اس بي. اوكي هناك كنا بالاول نرسل الموست سيجنيفيكنت بت، وبالتالي بناء عليه بناء عليه البايت اللي راح يرسل اوكي سواء طبعا هنا راح يرسل سواء 8 بت اللي هو بايت او 9 بت اوكي معناته راح نرسل او نبدا نرسل اللي هو عباره عن الليست، وبالتالي هاي ال1 0 1 0 1 1 0 0 هذا عندنا هون لانه 8 بت حسب البرنامج تاعنا، وبالتالي هاي الواحد هي الليست سيجنيفيكنت بت، وهاي الصفر هي عباره عن الموست سيجنيفيكنت بت، وبالتالي بناء عليه شو راح يكون البايت تاعي بهذا المثال اللي هو 8 بت راح يكون 0 0 1 1 0 1 0 1 هذا هو عبارة عن البايت اللي راح يكون بالإيش اللي وين احنا راح نخزنه، اللي راح نخزنه بالتي اكس ريجستر، وبالتالي بالتي اكس ريجستر تي اكس ريجستر راح نحط هاي الفاليو اذا بدنا نبعث اوكي راح نحط هاي الفاليو، وبالتالي السيجنال راح تكون هيك شكلها.
فبالتالي بدنا ننتبه نرسل الستارت بت، بعدينك بنبدا بالليست 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0، بعدينك نرسل البت التاسعة اذا احنا اصلا محددينها، بعدينك طبعا هون مش محددينها، بعدينك بنرسل ايش الستوب بت. وبالتالي ديروا بالكم يعني اذا احنا اعطيناك وقلنا لكم التي اكس ريجستر في هاي الفاليو ارسم لي الويف فورم، او شو الويف فورم راح تكون اول شيء ترسله اللي سيجنيفيكانت بت. وبنفس الشيء هاي السيجنال تاعتي لو نجيبها على يعني نستقبلها ونبدا نخزنها بالار اكس ريجستر، نفس الشيء يا شباب بدنا ننتبه انه اللي بصلنا اول شيء هو عباره عن ايش، هو عباره عن الليست، وبالتالي الليست راح تكون الان هي الواحد، وبالتالي معناها راح يتجمع بالار اكس ريجستر او اجتني سيجنال عبر الار اكس بن راح تكون الواحد. طبعا بتعرفوا من قيم الستارت والستوب بت والبت التاسعه اللي هو الاكسترا بت او الباريتي بت، اوكي، وبنبدا نعبي هاي الفاليو تاعتي وين بالريجستر تاعنا، فبالتالي راح يتعبى 1 0 1 0 1 1 0 0. وبالتالي هاي نقطة يا شباب كثير مهمة عندنا، اوكي، فباليو اس ارت راح نبعث اول شيء الليست سيجنيفيكانت بت، تمام، وراح نستقبل الليست سيجنيفيكانت بت كمان، اوكي شباب. وبهيك يا شباب بيكون خلص موضوعنا بالاسينكرونس سيريال كوميونيكيشن، ويعطيكم الف عافيه.